استيعاب أزمة السكن عبر مجمعات سكنية حديثة ودعم البنى التحتية للمحافظات بشبكات طرق وجسور متطورة، سياسة خدمية جديدة انتهجها وزير الإعمار والإسكان بن كين ريكاني، جهود ميدانية كبيرة يبذلها وزير الإعمار آخرها زيارة محافظة المثنى لافتتاح عدد من المشاريع، ومنها مشروع المجسر الرابط بين مدينة السماوة والطريق السريع، والاطلاع على نسب الإنجاز في مشروع مجسر الصدرين الذي ينفذ وسط السماوة، ومناقشة ملف مشروع ماء السماوة الكبير الذي توقف مرات عديدة خلال الحكومات السابقة. شبكة الطرق اللي اليوم احنا افتتحنا جزئين من أداء صار بها تطورات كبيرة، كل هاي المشاريع مباشرة كانت في عام 2018-19 والسماوة تستحق. كلمات الثناء والشكر كانت حاضرة لدى حكومة المثنى المحلية التي أكدت عطاء الوزير المستمر للنهوض بواقع المحافظة إلى الأفضل دون كلل أو ملل لمختلف فترات توليه منصب إدارة الوزارة، الذي باتت بصماته واضحة بهذه الزيارة التفقدية للمحافظة. هذه الروح الأبوية من معالي وزير أنا عايشتها خلال 4 سنوات ونص، قليل الشكر قليل الثناء، وأيضا حتى الكادر اللي موجود مع معالي الوزير السادة المدراء العامين على هذا النفس. هذه الوزارة تغيرت مو مثل الأيام اللي مضت. وتأتي هذه الزيارة بحسب تأكيدات وزير الإعمار والإسكان للمحافظة رسالة اطمئنان للمثنى وأهلها بأنه صوتها المدوي داخل أروقة مجلس الوزراء لسد احتياجاتها الخدمية كافة. من المثنى نجم الحميد، الفلوجة الفضائية.